شو قولك يا صهرنا الصغير؟ شو بيصير؟ معلم ساروت، الخانو إذا تدخلت بقصة اعتبرها خالصة. والست خيرية كمان حطت إيدها بهالموضوع. لطفية بدها تعمل العرس بالصيف. والله ما بعرف إمتى، يعني الريس خضر لسه لهلأ ما حكى. لا تحكي كلام فاضي يا عدنان، مبجل هلأ بلشت تخيط فستان عرس لطفية. اطلع، إذا علقت البنت وبعدين بتتركها راح يدفنوك محلك. أنت هذا رأيك؟ أنا ما عم أفهم على أختي. قالت إنه بدنا نروح لعند الدكتور بعد الفطور، وهلأ إجيت أخذتنا. خبرنا أنت شو مشكلتك يا تيبي؟ إذا ما قدرنا نلاقي حل وقتها منروح على الدكتور. أنت بتعرف شو همي يا خضر، وأنا هيك قصدي بالضبط. أنت مانك عم تقدر تشرح همك، ووقت تشرحه منيح وتفهمنا رح ينتهي. معك حق بهالشي يا شريك. مو هذا ثروات؟ ايه نعم يا تيبي آغا. خضر، بعد اذنك خليني اوصو. ليش؟ بعت مرته لحتى تطلب ايد جونول لاخوه. قال عنده اخ بده يتزوج وما بعرف شو. معلم ثروات، انكتب لك عمر، لحسن الحظ اخوك مات واجا اجله. ايه وشو رح تفرق معي يا قاتش؟ إذا مات أخوه ثروت موجود. أنا عم جازف بحياتي كرمال سعادتك يا تيبي آغا. منيح، انتظرني لأطلع، بجوز تسعدني أكتر. أخو مين ولا؟ ومين طلبت؟ وشو عم يصير؟ مبجل؟ احترامي يا مرت أخي. تفضلوا. ولك تيبي، ليش عم تسكر عيونك وتخبي وشك؟ ما بقدر افتحهم، انا وعدتها. افتحهم افتحهم. شو رأيك يا جونول؟ بيقدر يفتحهم، مو مشكلة. جونول، أنا بشكرك لأنك ما كسرت بخاطرنا وإجيتي. يلا تفضلوا، خلونا ناكل حلو مشان نحكي كلام حلو. الله يسلم إيديكي ويخليلنا ياكي. هدول ما خلوني أتهنى وكمل أكلي، ما قدرت أكل حلو. مرحبا ست ميليس. أهلين إندر. شو الست خيرية مانا هون؟ أنا هون كمان. شكلك بسرعة أخذت القرار، وبسرعة رحت وجبته لتيبي. عدو عدو، ما بيصير توقفوا على الأكل. الله يسلم إيديك يا ست خيرية. ليش؟ ما في حلاوي؟ بكفي، في رز بحليب. الله يسلم إيديك. انتظر يا إندار، خيرية خانم قالت في قرار. قرار شو ست خيرية؟ شو حكيتي مع بنتنا جونول؟